للأسف الإحصائيات بتقول إن الدول العربية هي أكثر الدول مشاهدة للأفلام الإباحية، بل مش كده وبس، السعودية كانت في أحد السنوات هي المتصدرة في مشاهدة الأفلام الإباحية، بل ومصر والجزائر ومعظم الدول العربية كانت متصدرة في مشاهدة هذه الأفلام. النهاردة هنعرف إيه خطورة الأفلام دي على مخك وعلى حياتك وعلى مستقبلك، ويلا نبدأ. قبل ما أقولك إيه العلاقة بين مشاهدة الأفلام الإباحية وبين مخك أو جسمك، خليني أقولك شوية معلومات. العلماء بيقولوا إن تكرار مشاهدة الأفلام الإباحية على المدى البعيد أو على المدى القصير ده بيؤدي إلى إعادة تشكيل مخك وبيغير مسارات مخك، بل إن المخ بيفرز مواد كيميائية أثناء مشاهدتك للأفلام الإباحية، وده بيخلي مخك جديد تماما، يعني بقى عندك مخ جديد خالص بسبب مشاهدة تلك الأفلام. بل في دراسات بتقول إن الناس اللي بتشوف الأفلام الإباحية المخ بتاعهم أقل نشاط وأقل كفاءة، بل وأصغر حجما في بعض المناطق. بل العلماء وجدوا إن في علاقة بين الناس اللي بتشوف إباحية وبين المخ الصغير والحجم الأصغر والكفاءة الأقل والنشاط الأقل. بس الكلام ده كله إيه علاقته بالإباحية؟ أو إزاي الإباحية ممكن تغير من المخ بتاعك؟ زمان العلماء كانوا مفكرين إن المخ بيتكون في مرحلة الطفولة فقط، بعد مرحلة الطفولة المخ ثابت زي ما هو، مش بيتغير إلا لو أصابه مرض أو حصل له إصابة خطيرة. بس الكلام ده خاطئ تماما، لأن الإنسان طوال مرحلة حياته بيتعلم وبيتقن مهارات وبيكتسب خبرات، وده بيأثر على مخه وده بيغير مخه تماما. المخ بيتكون من حوالي 100 مليار خلية عصبية، وكل خلية عصبية بترسل إشارات من المخ للجسم ومن الجسم للمخ. أنت مثلا لما تقرر تلعب بيانو، أول ما بتبدأ تلعب بيانو المخ بيرسل إشارات لإيدك يقول لك تحط إيدك فين وإيدك تتحرك إزاي، ومع مرور الوقت الخلايا العصبية بتصبح أقوى وبتصبح أفضل، بل الخلايا العصبية بتشترك مع خلايا أخرى وبتعمل حاجة اسمها المسار العصبي. يعني في كل مرة بتستخدم فيها مخك الخلايا العصبية بتبقى أقوى وبتبقى أفضل، والمسارات العصبية اللي الخلايا العصبية عملتها بتبقى أقوى وأفضل، ولعبك للبيانو بيتحسن بمرور الوقت. يعني أنت أول ما تلعب بيانو المسارات العصبية بتاعت مخك كانت ضعيفة، بمرور الوقت المسارات العصبية المتحكمة في لعب البيانو بقت أقوى. يعني أنت لما تيجي تمارس رياضة معينة أو تتعلم مهارة جديدة، يعني هنفترض أنك أنت عايز تتعلم برمجة، في بداية الأمر المسارات العصبية بتاعت البرمجة اللي في مخك لسه ما تكونتش، فهتشوف صعوبة في تعلم البرمجة، بس بمرور الوقت المسارات العصبية بتبقى أقوى وأفضل، وبعد كده هتلاقي البرمجة سهلة جدا. مخك وزنه 2% من وزن الجسم، ومع ذلك بياخد 20% من طاقة الجسم وأكسجين الجسم. الموارد في المخ شحيحة جدا، وده بيؤدي إلى خلق صراعات بين الخلايا العصبية. المسارات العصبية والخلايا العصبية الأقوى هي اللي بتفضل، والمسارات العصبية الأضعف هي اللي بتموت. يعني مثلا لو أنت بتتعلم برمجة وفي نفس الوقت بتتعلم ألماني، لو أنت مستواك في البرمجة عالي جدا وفي الألماني ضعيف، ومخك كان محتاج موارد وما كانش في موارد، المسارات بتاعة البرمجة هي اللي هتفضل لأنها هي الأقوى، والمسارات العصبية بتاعت اللغة الألمانية هي اللي هتندثر. وده ممكن يفسره الانتخاب الطبيعي، إن المسارات العصبية والأقوى والأفضل اللي المخ عايزها هي اللي هتفضل، بينما المسارات الضعيفة هي اللي هتتلاشى وهتموت. بس الكلام ده كله بقى إيه علاقته بالإباحية؟ أنا هقولك، إحنا قلنا أي نشاط بيمارسه الإنسان بيعمل مسار جديد في مخه، بيعمل مسار عصبي جديد في المخ. الإباحية كذلك، أنت لما تتفرج على الإباحية بتخلق مسار عصبي في المخ، وعايز أقولك إن المسار العصبي اللي بيتخلق بسبب الإباحية هو من أقوى المسارات العصبية، أقوى من أي مهارة أنت بتتعلمها، أقوى من أي فعل أنت بتمارسه، والمسار العصبي ده بيفضل معاك طول حياتك. يعني باختصار إن المسارات العصبية اللي بتعملها الإباحية بتتغلب على المسارات الإباحية الناتجة من التعلم. مش كده وبس، انت لما تيجي تعمل علاقة مع الجنس الآخر مش هتحس بأي متعة إطلاقا، لأن المسارات العصبية بتاعة الإباحية أقوى من أي مسار عصبي إطلاقا، فبالتالي كل تركيزك في الحياة وكل هدفك إنك أنت تشوف مواد إباحية، تنتقل من صفحات لمواقع عشان تعمل مسارات العصبية اللي المخ عايزها. الباحث في جامعة كولومبيا نورمان دويتش قال إن الإباحية بتخلق الظروف المثالية والمناسبة عشان المخ يفرز المواد الكيميائية اللي هو عايزها، اللي هتعمل على إحداث تغيير دائم في المخ. يعني المخ دايما عايز يتغير، والمخ دايما عايز يستمر ويتطور، فأسرع وأسهل وسيلة هي المخدرات وهي الإباحية. في بروتين اسمه دلتا فوسب، البروتين ده بقى عبارة عن إيه؟ أنت لما تمارس أي نشاط معين، كرة القدم، تعلم برمجة، البروتين ده بيتم إفرازه في المخ كمكافأة ليك. يعني ايه؟ انت مثلا والله اكلت شوكولاتة
فانت لما تاكل شوكولاته بتحس اصلا بسعاده. طب السعاده دي ناتجه منين؟ ناتجه من البروتين اللي تم افرازه في المخ. كذلك لما تمارس اي نشاط بتفرز البروتين ده في المخ بس بكميات معينه. انت بقى لما تتفرج على المواد الاباحيه ايه اللي بيحصل؟ البروتين ده بيتفرز في المخ بكميه اكبر من الكميه المطلوبه، فبالتالي بيحصل لك ادمان. يعني ايه؟ يعني دايما عايز المواد الاباحيه عشان البروتين ده يتفرز في مخك، ولو قررت تبعد عن الافلام دي البروتين للاسف هيجرك ليها، لان ده عامل زي الادمان بالظبط. ادمان الاباحيه مش بيختلف عن ادمان الهروين، عن ادمان المخدرات، عن ادمان الكافيين. بس خليني بقى اقول لك خبر حلو نختم بيه الحلقه دي. يا عم خبر حلو ايه؟ انا اتشئمت و... ركز معايا. احنا قلنا ان اي نشاط انت بتعمله بيخلق مسارات عصبيه جديده في المخ. انت بقى قررت تعمل ايه؟ قررت تترك الافلام دي وتتعلم حاجه جديده. قررت تترك الافلام الاباحيه وتتعلم برمجه، تتعلم لغه معينه. التعلم ده هيخلق مسارات جديده، ومع مرور الوقت المسارات دي هتكبر وهتكبر وهتتغلب على المسارات العصبيه اللي المواد الاباحيه عملتها، وبالتالي مخك هيرجع طبيعي زي ما كان، ومخك هيرجع طبيعي زي الاول بالظبط. بس لو انت استمريت على تعلم مهاره معينه، تعلم شيء انت حبه، وفي نفس الوقت بعدت عن الافلام والمواد الاباحيه. انا كده وصلت لنهايه الحلقه.